إكمالاً لفعاليات يوم التراث الفلسطيني، أقام مركز إبداع بمخيم الديشة جنوب بيت لحم يوماً للعرس الفلسطيني. السيدة هجر أبو لبن بدأت طقوس العرس الفلسطيني والتي تبعها رقصات لنساء الفلسطينيات بالثوب المطرز، ومن ثم دبكة للشبان أشعلت الجمهور حماسا. ضمين جراحك شعب فلسطين، ضمين جراحك في الكسطة الراحي يا عبد الكادر، في الكسطة الراحي هاتوا كلامها، هاتوا الجريدة وهاتوا كلامها. نحيي التراث الفلسطيني اللي بتحاول إسرائيل إنها تمحيه، إحنا بنجدده، ولو بعد 100 سنة الثوب الفلسطيني بظل موديله هو الموديل الجديد. لو كل فرنسا وإيطاليا تطلع فساتين وتطلع نيوهات وتطلع، إحنا الشعب الحلو، إحنا التراث الفلسطيني الحلو في الشعوب لبسنا. هذا نشاط سنوي، يعني كل سنة بنسويه، واليوم زي ما أنت شايفة هذا الفعاليات في أكلات شعبية وفي العرس الفلسطيني كيف كان من قديم ولا ما زال لحد هسه، كيف يعني بيطلبوا العروس وكيف بخطبوها وبيتجوزوا وبيجيبوا العشاء والدبكة والنسوان تلبس الثوب الفلسطيني اللي بنعتز فيه طبعا. تناهى تناول الجريشة التي تعتبر الأكلة الشعبية المشهورة في الأعراس الفلسطينية. أغاني أطربتنا فيها هؤلاء النسوة والتي تدعو إلى ضرورة أن يضمد الشعب الفلسطيني جراحه. يعني إحنا منأكد في ظل الوجود الهجمة اللي بتقوم بها الاحتلال الصهيوني على فلسطيننا، إن سرقت تراثنا الفلسطيني وسرقت مقدراتنا ومعالمنا التراثية. اليوم تيجي هذه الفعالية عشان يتأكد إن إحنا متمسكين بتراثنا وإن التراث موجود في هذه الأرض اللي هي بالأصل إلنا. في نفوس المشاركين والمشاركات العادات الفلسطينية الجميلة التي كادت أن تندثر. في سلسلة فعاليات يوم التراث الفلسطيني، ترى الفلسطينيات أن التمسك بجذور الأجداد هو الحل الوحيد لحماية التراث الفلسطيني من سرقة الاحتلال. لفضائية الحقيقة الدولية، وعد الكار بيت لحم، فلسطين المحتلة.